واضحا من الوثائق المسربة للبنتاغون كما ركزت عليها المونيتور في 48 ساعة الماضية أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دراسة استخبارية وتقييم استخباري كبير كيف ندخل إسرائيل إلى أوكرانيا ونجعلها تدفع بأسلحتها إلى أوكرانيا التي ستكون مفيدة في مواجهة العديد من الطائرات المسيرة الإيرانية أو حتى الصواريخ البالستية، فهم يعني يعملون على هذه المسألة يوميا في مواجهة إيران في الشرق الأوسط. هل تعتقد أن إسرائيل قد تأخذ بهذه الصفقة وبهذه التقييمات فعلا التي كشفت الآن على العلن، أم أن الظرف صعب ومخيف خاصة وأن روسيا قد تضع إسرائيل في نقطة حرجة إذا ما يعني حرجة أكثر مما هي عليه الآن على إسرائيل في حالة ذهبت إسرائيل إلى هذا الخيار؟ نعم أستاذ أحمد، حقيقة الكلام اللي تقوله جدا سليم. يعني إسرائيل في تاريخها لم تقف مو ضد روسيا، وإنما لم تقف حتى ضد الاتحاد السوفيتي، بالرغم من أنه الاتحاد السوفيتي كان يأخذ موقف واضح ومباشر مع أعداء إسرائيل. يعني في عام 56 هددت إسرائيل بمحو إسرائيل، هددت الاتحاد السوفيتي إسرائيل بمحوها من الوجود، وفي نفس العام انطلقت انتفاضة قوية ضد الوجود السوفيتي في هنغاريا عام 56. إسرائيل لم تبد يد العون أبداً للانتفاضة في هنغاريا أو تدعم جهود الأوروبية أو جهود الناتوية في محاولة دعم الانتفاضة الهنغارية، بالرغم من أن السوفيت هددوا بمحو إسرائيل بسلاح نووي عام 56. يعني انظر كم إسرائيل تخشى الجانب الروسي أو السوفيتي. الآن بالذات روسيا تمسك بمفصل جدا خطير بالنسبة لإسرائيل اللي هو موضوع سوريا، وكنت ترى وأنا أرى والجميع يرى مدى المقدار أو الدور المتوازن إذا صح التعبير اللي كانت تلعبه روسيا في سوريا بين إيران من جهة وبين إسرائيل من جهة. فإذا قدمت إيران قوة معينة في داخل سوريا فإنها هي تسمح للإسرائيليين بأن يذهبون ويقصفون هذه القوة ثاني يوم. يعني هذه معادلة واضحة. مؤخرا بدأت هذه المعادلة بالاهتزاز لصالح إيران، لأنه إيران زجت لنفسها وبدون تردد في الجانب الروسي، وكما أصبحت معروف يعني المسيرات الإيرانية شاهد وغيرها تمثل جزء أساسي من المواجهة الروسية في أوكرانيا، ولم يعد هذا خافيا رغم أن الإيرانيين ينكرون لحد الآن. فبالتالي أصبحت روسيا مجبرة أو يعني ميالة أكثر للجانب الإيراني في داخل سوريا، ومع كل هذا ومع اللي ده يحصل لا تستطيع إسرائيل أن تغامر بإغضاب روسيا بشكل حقيقي من خلال الانحياز بشكل كامل سواء معلن أو سري مع الأوكران والناتو في هذه الحرب، ولديها حساباتها، وإسرائيل أبدا لا يمكن الضغط عليها. يعني كل من يعتقد ويتوقع أنه أمريكا إدها فدالة معينة على إسرائيل بحيث تضغط عليها للقبول بما لا ترغب إسرائيل أو ما تعتبر إسرائيل تهديد لأمنها القومي، أبدا هذا لا يوجد. الواقع أنه إسرائيل في قضية أمنها القومي على قولة المثل المصري ما فيش يمر حميني، يعني أمنها يعني أمنها أولا وقبل كل شيء. لهذا باعتقادي أنه هي طالما ترى أنه انحيازها هذا سيجر عليها وبالا ما في علاقتها مع الروس في سوريا بالذات وفي لبنان أيضا، فهي لن تغامر أبدا بهذا الموضوع إلا إذا ضمنت أمريكا بأن تأتي تعود مرة ثانية للشرق الأوسط ولسوريا لكي تقف بوجه الإيرانيين وبوجه الروس على حد سواء. أنا ذاك سوف تكون محمية إلى حد ما بالوجود الأمريكي كما حصل في حرب 67 وفي حرب 73. بخلاف ذلك لا يبدو أن الأمريكان راغبين بالعودة للشرق الأوسط حتى الآن بشكل واضح وقوي ومباشر، بحيث يطمئن إسرائيل على نفسها في حال ما أقدمت على خطوة دعم الأوكرانيين في هذه الحرب.